مسألة أخرى أود أن أشير لها، هناك ضغط من السلطات الأمنية حتى على المستشفيات. على مستوى مستشفى الحسن الثاني تم تسليم تقارير مزيفة، تقارير طبية مزيفة للأساتذة اللي تعرضوا للإصابات. الأستاذة لمياء التي هي الآن في مدينة الدار البيضاء عندها كسر مزدوج على مستوى الكتف، لما ولجت مستشفى الحسن الثاني قال لها الطبيب بضغط من السلطات أنها إصابة كسر خفيف. يعني تم الضغط على الأطباء من أجل تزييف الحقائق. مختلف المستشفيات، احنا في مستشفى أسفي تعرضنا لمجموعة من الإصابات، لما نلج المستشفيات هناك ضغط من السلطات بعدم تسليم الشواهد الطبية وبتزييف الحقائق لكي لا يتم محاكمة المسؤولين والمتورطين في سفك هذه الدماء.